وقعت الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي في مجال الأمن الغذائي، وذلك لتعزيز العمل وتضافر الجهود بين البرلمانيين العرب والدفع نحو مزيد من التشريعات الداعمة والمساندة لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا وتنامي الحاجة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الضرورية في مختلف الدول.